بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم أهل الكبائر في الآخرة وقوله بعد أن لقوا الله عارفين، أي مؤمنين بربهم الإيمان الصحيح. وعلق الشارح ابن أبي العز على قوله عارفين بأنه لو قال مؤمنين لكان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. ثم قال وكأنه يريد المعرفة التامة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن لقوا الله عارفين، جاءت هذه الكلمات بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، بعد أن لقوا الله عارفين لا يخلدون في النار لأنهم موحدون، لكن جمعوا بين التوحيد والمعصية، جمعوا بين التوحيد وسوء العبادة، فهم لا ينصرف عنهم، لا يخلدون في النار. والكلام في هؤلاء أنهم لا يخلدون في النار، وإنما هم داخلون تحت المشيئة، فإن شاء جل وعلا غفر لهم من أهول وهلة، وإن شاء عذبهم في النار، ثم لا يخلدون في النار أبدا. لا يخلدون لأنهم موحدون، والموحد وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. فنعرف من هذه الكلمات أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وأن أهل المعصية نوعان: معصية كبرى يخلد صاحبها في النار لا يغفر الله له لأنه عصى الله بالشرك، أشرك مع الله غيره، فهذا يخلد في النار ويبقى فيها. أما الموحد الذي عصى الله وهو على توحيده، يعرف بوحدانية الله جل وعلا وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما عنده شيء من المعاصي مات ولم يتب منها، فهذا إن دخل النار دخلها مؤقتاً حتى يطهره الله جل وعلا من معصيته، ثم يخرج منها إلى الجنة. فنعلم من هذا أن قول الإمام المؤلف الطحاوي رحمه الله أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار بعد أن لقوا الله عارفين، لقوه بتوحيدهم له جل وعلا، ولم يموتوا على شرك،
أما من مات على شرك فإنه هذا مخلد في النار أبدا وأبدا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له لعبده وإن شاء لم يغفره. فمن غفره له دخل الجنة من أول وهلة، ومن لم يغفر له دخل النار لتطهيره من نار ثم يخرج ويدخل الجنة بتوحيده. وقوله بعد أن لقوا الله عارفين أي مؤمنين بربهم الإيمان الصحيح. وعلق الشارح ابن أبي العز على قوله عارفين بأنه لو قال مؤمنين لكان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر. ثم قال: وكأنه يريد المعرفة التامة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم، لأن أهل قصد بهذه المعرفة مطلق المعرفة، يعرف أن الله واحد أحد، ويعبد الله على أنه واحد أحد، فهو المراد بهذا الكلام. أما من عرف الله حق المعرفة وحده حق توحيده واجتنب الشرك والمعاصي كلها، فهذا حاشاه أن يكون من أهل الكبائر، هذا ما يكون من أهل الكبائر، ما يزني ولا يسرق ولا يتعاطى الخمر ولا يعمل المحرمات. أما من كان توحيده فيه مدخل وإيمانه ضعيف فقد يتعاطى التوحيد والزنا والسرقة، فيكون يسرق أحيانا وهو موحد ويصلي، ويسلب أحيانا ويزني أحيانا، فهذا هو المراد بهذا الكلام، وليس المراد العارف على طريقة أهل الطرائق. فأهل الطرائق عندهم أن العارف موحد سلفي بعيد كل البعد عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وجائر المحرمات، فهو لا يقصد هؤلاء، وإنما يقصد والله أعلم بعد أن لقوا الله موحدينه يوحدونه بأسمائه وصفاته، لكن عليهم مداخل من حيث تلاعب الشيطان بهم يتلاعب بهم ويصرفهم عن الطاعة. لأن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله سبحانه وتعالى، وإنما يريد يعني لو كان عندهم العلم الكامل بالله وبصفاته ما زنوا ولا سرقوا ولا شربوا الخمر، لكن لقصور معرفتهم بحق الله جل وعلا وقعوا في الزنا والسرقة وشرب الخمر. لأن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله سبحانه وتعالى، وإنما يريد مطلق المعرفة إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين موحدين. قوله: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فهؤلاء معنى قوله تعالى:
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء جل وعلا، ليس لكل أحد. فالمغفرة من الله جل وعلا تفضل وإحسان، فقد يغفر لهذا ويواخذ أخاه بفعله السيء، وقد يتجاوز عن هذا ويدخله الجنة، والآخر يعذبه بالنار، وهما إخوان مشتركان في المعصية، لكن الأول قد يكون لمعصيته حق بحيث يجبر معصيته بطاعته وبإحسانه وبفعله الخير، والآخر لا، يقترف المعصية وليس له حسنات ترجح بسيئاته. فالمؤمن الكامل الإيمان له حسنات وليس له سيئات، والمؤمن ساقط الإيمان قليل الإيمان له سيئات وله حسنات، وإن كان أقل من ذلك فله حسنات وله عليه سيئات أكثر، وإن كان موحد فله سيئات عظيمة لكن توحيده أكثر، فهذا بحسب العبد. فأحيانا يكون اقترافه للسيئة يسير بالنسبة لأعماله الصالحة، ينفع هذا ويساعد هذا ويرفع الأذى عن هذا ويسد خطأ هذا ويصدق هذا ويتصدق على هذا، هذا له حسنات وله سيئات. والآخر قد يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا ينفع غيره ولا يضر أحدا، ويقترف شيئا من المعاصي بدون نفع أحد، فهذا هو الذي قد يعذب في النار، لأن سيئاته ليس لها حد وليس لها قوة، ولا يبقى له نفع لغيره، فيؤاخذ بسيئاته، وسيئاته عظيمة ليس له حسنات تقابلها. فالاثنان قد يشتركان في السيئة، أحدهما يغفر الله له سيئاته والآخر لا يرى غفرانه لسيئاته جل وعلا، وهو الحكم العدل، لكن ذاك له أعمال صالحة أخرى، وهذا ليس له عمل صالح آخر، فهو مؤاخذ بسيئاته. نعم. أي في الآخرة هم في مشيئة الله وحكمه، يحكم فيهم بما شاء، وهو الحكم العدل الجواد المتفضل سبحانه وتعالى. وإذا كانوا تحت مشيئة الله فالأمر محتمل، فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبهم بالنار حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله، لأن صاحبه اقترف ذنبا عظيما لا يتجاوز الله عنه، فهو أشرك مع الله غيره، جعل الشجر والحجر مساويا لله، وعبد الأصنام مع الله أو من دون الله، هذا ما يستحق شيئا من المغفرة. الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء،
ليس لكل أحد، وإنما هو راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، فإن شاء غفر وإن شاء أبى وامتنع. وهو جل وعلا الحكم العدل، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة، ويدخل الجنة من أول وهلة لحكمة، ويغفر ذنب المذنب بحكمة، ولا يغفر ذنبه أحيانا لأنه وإن كان له توحيد لكن توحيده لا يفي بغفران ذنبه. نعم. وإذا كانوا تحت مشيئة الله فالأمر محتمل، فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبهم بالنار حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودلت هذه الآية على أن الذنوب قسمان: قسم لا يغفر وهو الشرك الأكبر، إن الله ذنب لا يغفر وهو الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذنب داخل تحت المشيئة. قسم لا يغفر وهو الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خص الشرك بأنه لا يغفر، وقسم دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقيد غفرانه بالمشيئة. ويشكل على ظاهر قيد غفرانه بالمشيئة، يعني ما جعله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أي ذنب يقترفه العبد، لا، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فمن الناس من يشاء الله غفران ذنبه لعمله الصالح، ومن الناس من لا يشاء الله غفران ذنبه، فهذا لا يعذب في النار لكن لا يستمر. ويشكل على ظاهر هذه الآية قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل دلت هذه الآية على أن غفران الذنوب محقق لكل مسلم، لكن إذا قيدت بالآية الأخرى غفر علم أن الله يغفر الذنوب لمن تاب منها، أما من لم يتب فهذا هو الذي داخل تحت المشيئة، أما من تاب فالله يتوب عليه، إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويشكل على ظاهر هذه الآية قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيها الإطلاق والتعميم، فعم حيث قال جميعا وأطلق حيث لم تقيد هذه المغفرة بالمشيئة، وأطلق حيث لم تقيد هذه المغفرة بالمشيئة. فالتعارض بين الآيتين ظاهر، في آية الزمر عم وأطلق، وفي آية النساء خص وقيد. والجمع بين الآيتين أن آية النساء في شأن من لم يتب، وآية الزمر في التائب، فمن تاب تاب الله عليه ومغفرة. آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه تصير على من تاب من ذنبه، من تاب فإن الله يتوب عليه.
والجمع بين الآيتين أن آية النساء في شأن من لم يتب وآية الزمر في التائب، فمن تاب تاب الله عليه، ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة غير مقيدة، فلا نقيدها ولا نقول أن من تاب تاب الله عليه إذا شاء، فمن تاب توبة إذا تاب العبد تاب الله عليه. فالله وعده كريم، وعده لا يخلف الوعد، يقول إن من تاب تبت عليه، فلا نقول من تاب يغفر الله له إن شاء، لا، هذا ما هو داخل تحت المشيئة، هذا مغفور ذنبه إذا تاب. أما إذا مات وهو مصر على معاصيه فهذا الذي قد يغفر الله له وقد لا يغفر. فمن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وعدا لا يخلف. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. من قريب يعني قبل الممات، لا تاب العبد قبل الممات فإن الله يتوب عليه وعدا حقا. فمن لم يتب إن كان ذنبه الشرك فإنه لا يغفر الله له، وإن كانت ذنوبه دون ذلك فإنها تحت المشيئة، هذا من لم يتب. أما من تاب فيتوب الله عليه مهما كانت ذنوبه كبرا وكثرة، كما في قصة الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 ثم تاب توبة نصوحا فقبل الله منه وغفر له. فهذا هو الدليل على هذا التفصيل، وأن من مات من أهل الكبائر من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والذين يخرجهم الله سبحانه من النار منهم من يخرجه الذين يخرجهم الله جل وعلا من الجنة أين مصيرهم. هذا باب مهم من أبواب المهمة التي يختلف فيها أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة والضلالة، وإن كانوا مسلمين لكنهم يختلفون في حكم هؤلاء. فأهل الضلالة يقولون الكافر بالله والميت على المعصية مثله، وأهل السنة والجماعة يقولون الكافر بالله كافر والميت على الكتاب والسنة وإن كان مقترفا للمعاصي فهذا داخل تحت مشيئة الله، وإن زنى وإن سرق كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، وإن زنى وإن سرق، أبو ذر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق فإن الله قد يغفر له ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الآخرة وإن رغم أنف أبي ذر. أبي ذر لا يرضي هذا، يقول إن من مات مصرا على ذنبه أن مآله إلى النار دائما وأبدا، فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق فإنه داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والتعذيب ليس مستمرا على أهل التوحيد. فهذا باب عظيم يفترق فيه الطوائف، وتفترق فيه المعتزلة مع أهل السنة، ويفترق فيه الخوارج مع أهل السنة. فالخوارج والمعتزلة يقولون إن من مات مصرا على ذنبه فهو خالد مخلد في النار. أين شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحرمون المسلمين من شفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله جل وعلا لعبده ورسوله
محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، فكل نبي عجل دعوته لأمته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخر دعوته المستجابة وهي شفاعته لأمته يوم القيامة. أرجو الله جل وعلا أن يشفع في وفيكم ووالدينا وأهلينا والمسلمين شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرمنا منها، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأوصي الجميع أيها الإخوة بالتأمل في هذا الموضوع وقراءته قراءة تمهل وتمعن، فإن ظهر لك المراد فالحمد لله، فاحمد الله على ذلك، وإن لم يظهر فاسأل من هو أعلم منك بذلك يرشدك إلى الصواب، وإلا فالكثير من الناس اليوم يجهلون هذا الباب، يعتبرون الزاني والسارق مثل المشرك، أو بعضهم يقول المشرك المستقيم أحسن حالا من هؤلاء، وليس كذلك، فهؤلاء يوحدون الله ويقولون لا إله إلا الله، لكن الشيطان يتلاعب بهم ويقول اعمل كذا واعمل كذا ولا تسوف لنفسك ولا تمهل، اعمل واعمل واجتهد ثم تب إلى الله عند الممات، وتدري متى مماتك حتى تتوب. فالواجب على المسلم أن يقلع عن الذنب ويتركه، فإذا لم يتركه ولم يقلع عنه فعليه أن يحسن الظن بالله أن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والرجلان المتصاحبان كلما جاء أحدهم إلى الآخر وجده مصرا على ذنب، فيقول اتق الله يا عبد الله ولا تذنب، فيقول دعني وربي، ففي الأخير قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. يأتي ويجده يزني، يأتي ويجده يسرق، يأتي ويجده يشرب الخمر، فقال والله لا يغفر الله لك. إيش هذا الذنب؟ مستمر على ذنبك ومعصيتك؟ فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر له، إني قد غفرت له وأحبطت عمل القائل هذا، لأن هذا قال كلمة سيئة قبيحة تحجر رحمة الله وعفوه، تحجر رحمة الله وعفوه وأساء الظن بربه، فلم يغفر الله له هذه الإساءة. وذاك الذي يقول خلني وربي خلني وربي، غفر الله له ذنبه. فحري بنا أيها الإخوة أن نتأمل في هذا الكلام ونجتنب ما يقوله الظالمون المعتدون من الناس، من يصلي ويصوم ويجتهد في العبادة، وربما يصلي في الصف الأول، وربما يأتي للصلاة قبل الأذان ولا ينصرف إلا بعد الصلاة بساعة، يذكر الله ويصلي ويصوم ويتنفل، لكنه يسيء الظن بإخوانه المسلمين، وإساءة الظن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى العبد أن يحسن الظن بالله وأن يقول الله أعلم بحال العبد، قد يكون العبد له أحسنات لا ندري عنها ويظهر أمامنا بسيئات ظاهرة، فالله جل وعلا يعلم أعمال كلها الحسنة والسيئة. فعلينا أيها الإخوة أن نجتنب مسلك الخوارج ونجتنب مسلك المعتزلة
ونجتنب مسلك الجهمية ونجتنب مع مسلك المتشددين في الأمور. أنت عليك أن تصلح نفسك، حاول أن تصلح نفسك ولا تسلك مسلك المخالفين. هذا وارجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.